ازيكم؟ واصل ريال مدريد هوايته المعتاده وتوج للمره ال 12 في تاريخه بلقب دوري ابطال اوروبا، وده جاي على حساب يوفنتوس بالفوز ريال مدريد عليه بنتيجه 4-1، وهي النتيجه اللي ما اظنش حد توقعها. يعني البعض توقع فوز ريال مدريد، البعض توقع يوفنتوس، انا توقعتها 50-50 وما كانش عندي توقع بصراحه، لكن 4 ما اظنش حد توقعها. ويعني يمكن حتى وصل الحال بالنسبه لي، انا كنت بقول يعني نرحم تاريخ جانلويجي بوفون ان لم تكن تتمنى ان هو يفوز بالبطوله، بس على الاقل يعني الخروج برباعيه في مباراه يمكن تكون النهائيه في تاريخه، او المباراه النهائيه النهائيه في تاريخه، يعني كانت نتيجه كبيره بصراحه. فوز مستحق ريال مدريد. انا قبل كده سبق واتكلمت عن هو يعني عانى كتير قدام اتلتيكو مدريد، ويمكن لم يستحق الفوز بالبطولتين في رايي، يعني على الاقل لقب واحد كان يستحق انه يخسره. لكن النهارده يعني افضليه واضحه، ريال مدريد سيطر على المباراه بشكل كبير. اهم حاجه احنا بنتكلم في العناوين، نخش في التفاصيل لكن بعد تيت الحلقه، يلا بينا. يوفنتوس بدا المباراه بشكل قوي جدا، اول 7-8 دقائق على الاقل الفريق دخل بقوه كبيره، حاول يسجل، وكاد في لقطه ان هو يسجل فعلا بتسديده بيانيتش اللي تصدى ليها كيلو نافاس بشكل ممتاز جدا. يمكن في بعض التسديدات الاخرى زي تسديده هيجواين اللي روج فيها كاسيميرو وسدد، كانت دي كوره كانت عاديه، لكن التسديده الاخطر فعلا كانت كوره بيانيتش. والنقطه دي بالذات كان المنطقه دي كانت السكند بول كتير ريال مدريد خسرها قدام منطقه جزائه في الشوط الاول، وتسببت ان يوفنتوس يسدد في اكتر من مره، وعلى الاقل يتلقى الكوره في منطقه خطره من يعني من الملعب. لكن يوفنتوس يعني في الختام 7-8 دقايق دول حاول ان هو يقول ان انا موجود، انا ند، انا قوي، انا فريق، يعني ما حدش يقدر ابدا ان هو يقلل من فرصي، واعتقد انه نجح يعني وصل لنا الانطباع ده. وده طبعا بفضل طريقه 4-4-2 اللي لم تتحول ابدا في طوال المباراه ل 3-5-2 او 3-4-3. دايما كان بارزالي قلب، كان ظهير ايمن، ودايما كان داني الفيش جناح ايمن. وده طبعا هنتكلم ايه السبب في النقطه دي بالذات، يعني ليه السبب انه دايما كان يوفنتوس بيلعب 4-4-2 ما بيحاولش يتحول ل 3-5-2. لكن اعتقد ان يوفنتوس بدا المباراه بشكل جيد وده كان مهم بالنسبه له. لكن ريال مدريد بشكل عام مش اول مباراه يظهر فيها شخصيه قويه جدا انه يبدا يستعيد الثقه، يستعيد السيطره على المباراه، يعني ما يديش فرصه للفريق الثاني انه يواصل ضغطه ويواصل سيطرته على المباراه، بل بالعكس هو اللي بيتحول الفريق يرجع، هو اللي مستحوذ اكتر، فريق بيتلاعب الكره بشكل كبير. لوكا مودريتش يمكن ظهر بشكل افضل كتير من اي مباراه سابقه، اعتقد ان هو كان من افضل لاعبي مباراه النهارده. لكن بشكل عام دي حاجه عجبتني جدا في ريال مدريد، ازاي ان انت تكون مضغوط في اول 10 دقائق، المنافس بيحاول يزرع الشك فيك، لكن بالعكس انت بتتحول الى ان تكون انت الطرف الافضل نسبيا، او على الاقل الفريق الاكثر سيطره والاكثر استحواذ. لكن هل يوفنتوس فتح المباراه شويه؟ انا اعتقد انه ده رايي، يعني يوفنتوس فتح المباراه بطريقه مبالغ فيها شويه، ده سمح ان يعني ريال مدريد لعب هجمات مرتده خطيره، ومنها جه هدف رونالدو الاول اللي بيثبت في يعني في نهايات الموسم ان هو لاعب عنيد بشكل يعني رهيب. رونالدو ما قدمش موسم جيد خالص، انا شايف انه من اضعف مواسمه تقريبا، لكن جه في شهر ابريل ومايو كان بومبر فعلا، هداف كبير، وسجل في كل المباريات الهامه تقريبا لريال مدريد، سجل في اتلتيكو مدريد، سجل في بايرن ميونخ، سجل في مباراه ملقا، سجل النهارده هدفين عشان يكون هو الاول لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا بشكله الجديد يسجل في ثلاث نهائيات مختلفه، مره في 2008 مع مانشستر يونايتد امام تشيلسي، ومره في 2014 امام اتلتيكو مدريد، والمرة الأخيرة أمام يوفنتوس في 2017. أعتقد رونالدو يعني الراجل ذكي، لاعب ذكي، وقادر إن هو دايما يلفت النظر حتى في موسم سيء. إحنا يعني التوقعات كلها دلوقتي تشير إن رونالدو ممكن يتوج بالكرة الذهبية، يعني رغم إن أنا عندي رأي آخر على مستوى طبعا المستوى وليس الألقاب، لأن الألقاب طبعا خلينا نقول ونكون صريحين بتؤثر بشكل كبير جدا على تصويت المشجعين. لكن انا في النهايه بقن احترام كبير جدا لعناد رونالدو، كره يعني الراجل حاسم. اولا لو نفتكر ان ناس كتيره جدا كانت بتتكلم عن النقطه دي بالنسبه لرونالدو، ان رونالدو لا يسجل في مباريات هامه، رغم ان انا كنت اشوفه بيسجل في مباريات هامه كتير، لكن لا، ده هو الراجل عنده قدره يرد على المشككين بشكل كبير بصراحه، تماما زي زين الدين زيدان اللي قدر يرد بشكل كبير جدا على المشككين اللي قللوا من انجازاته. يمكن السنه اللي فاتت كانت انجازاته فيها توفيق كبير، يمكن في دوري الابطال كانت قرعه سهله، لكن السنه دي قدر الفريق ان هو اعتقد يعني يثبت احقيه كبيره بالتتويج بدوري ابطال اوروبا. ما ننساش كمان ان رونالدو بقى هداف اخر خمس مواسم من دوري ابطال اوروبا سواء منفرد او بالاشتراك مع لاعب، وده انجاز كبير جدا يدللك على عقليه لاعب وصل لسن ال 32 ونص تقريبا سنه وما زال بيسجل بشكل غزير جدا، مسجل 65 هدف في اخر خمس مواسم دوري ابطال اوروبا،
ده رقم كبير جدا يعني في 5 مواسم قدر يسجل اهداف ما سجلهاش عظماء اصلا في تاريخ دوري الابطال، وما بالك ان هو طبعا حاليا الهداف التاريخي لدوري الابطال. لكن يوفنتوس يعني خلينا نقول ان هو كان المينتاليتي حافظ عليها بشكل كبير. اولا ريال مدريد ما قدرش يحسم المباراه بعد الهدف الاول، في كوره كانت اسكو مهمه جدا كان ممكن جدا لو مررها رونالدو كان يروح انفراد، لكن الكوره اتكعبلت تحت رجل اسكو، ومن هنا بعد كده قدر ان يوفنتوس يستعيد رباطه الجأش زي ما بيقولوا، وقدر يثبت شخصيه مره اخرى ويبادر ريال مدريد الهجمات. وبصراحه الهدف اللي سجله مانجوكيتش كان هدف مبهر جدا، والاجمل منه ان التحضير ليه كان يليق بيه فعلا. كوره عرضيه او كوره قطريه لحدود المنطقه لالكساندرو يلعبها برضو على الطاير لهيجوان اللي بيستلمها وبيبصيها برضو على الطاير لمانجوكيتش اللي بياخدها على صدره وبيلعبها فيرست تايم باكورد في مرمى كيرونز. تحضير الهدف كان يليق بجمال الهدف اللي اعتبره واحد من افضل اهداف دوري ابطال اوروبا في تاريخه وفي مستقبله. طب نرجع تاني للتكتيك، يوفنتوس اعتقد ان هو كان في الشوط الاول مميز جدا في مساله اغلاق الاطراف اللي احنا عارفين كويس قوي ان هي راس مال ريال مدريد، فريق دايما بيلعب كرات عرضيه صعبه جدا. لعب 4-4-2 اعتقد من اهم الاسباب اللي ساهمت ان يوفنتوس يقدر يقفل الاطراف على ريال مدريد. دايما كان داني الفيش موجود مع برزالي ومركز، دايما مركزين هما يقفلوا الجبهه بتاعه مارسيلو، والناحيه الثانيه كان دايما ماتجوفيتش فايق وحاضر مع الكساندرو. والنقطه دي بالذات كانت يعني وجود 2 لاعبين فقط ده كان مناسب جدا، لانه دايما كان في مارسيلو بس او كارباخال بس. احنا عارفين ريال مدريد دلوقتي تحول بشكل كبير، رونالدو ما بقاش جناح واسكو احنا عارفين برده مش لاعب جناح، بالتالي في لاعب فقط على الاطراف اللي هو مارسيلو او كارباخال. النقطه دي قدر يوفنتوس يستغلها بشكل كبير، قدر يقفل منافذ العرضيات الى حد كبير، ومن يعني ما بقاش في تقريبا فرصه ريال مدريد ان هو يلعب عرضيات. اعتقد ده برده اهم في ظهور شكل مميز جدا لوكا مودريتش اللي بدا يحاول ان هو يتوغل لقلب الملعب ويحاول ان هو يضغط عشان خاطر يخلق فرصه او زياده عدديه على بيانيتش وخضيره يبقى موجود فيه اسكو ورونالدو بيتراجع، لكن ده دايما برده كان بيبقى حاضر مع مانجوكيتش او داني الفيش، دايما بيضغطوا بالذات مانجوكيتش دايما كان بيحاول يضغط على لوكا مودريتش عشان ما يسمحلوش ان هو يستفرد بين الارتكاز او بين الوسط بتوع يوفنتوس. دايما برضو يوفنتوس كان في نقطه مهمه ان هو كان دايما يجي دافع دايما كان بيلعب زون ديفنس، كانش بيحاول ابدا ان هو يخلي هيجواين او ديبالا في وضعيه استعداد للهجمه المرتده، كان دايما كل شغفه او كل همه ان هو يبعد الخطوره عن مرماه ساعه استحواذ الرمادي. يعني مش بقول كان يوفنتوس بيلعب مباراه دفاعيه لسه بتكلم وكان بيلعب مباراه مفتوحه، لكن دايما لحظه سيطره رمادي يعني الفريق بيتراجع بشده. لكن في نقطة مهمة، كان بيتراجع لكن الأجنحة دايما بتاعته كان متقدمة إلى حد ما، يعني دايما بتحاول تمنع الكرة توصل أصلا للباكات، ولما كانت توصل الباكات دايما كان في مشكلة عند ريال مدريد إن هو يقدر يخلق زيادة عددية عشان عنده 2 في الطرف الأيسر والطرف الأيمن ليوفنتوس، عشان كده كان تقريبا عرضيات ريال مدريد معدومة أو العرضيات الخطيرة بالذات كانت معدومة في الشوط الأول. في الشوط الثاني لاحظنا إنه محاولة يوفنتوس إن هو دايما يدافع عن الأطراف بشكل جيد بدأت تتلخلخ شويه، اللياقه بدات تقل كبير بشكل كبير عند يوفنتوس، حتى داني الفيش بدنيا قل شويه، مانجوكيتش قل شويه، وبالتالي بدا يظهر الى حد ما الثغرات او يعني قدره الاطراف ان هي تستفرد بباكات يوفنتوس، ده بسبب انخفاض اللياقه. طب انخفاض اللياقه ليه كمان؟ لان ريال مدريد سيطر بشكل كبير جدا في اول ربع ساعه، سيطره كبيره، مودريتش، اسكو، كروس، رونالدو، كاسيميرو كان بيضغط، يعني حلقه جهنميه في خط الوسط في العمق خلت يوفنتوس تقريبا منتهي بدنيا، كان يعني دمروه بدنيا فعلا او بدنيا مش بدنيا، دمروهم بدنيا وخلوا ان هم يعني المباراه كلها في خط وسط يوفنتوس او في منطقه جزاء يوفنتوس او حتى في النصف الثاني من الملعب بشكل عام، وبالتالي بدنيا الفريق بدا يتراجع وتظهر لحظات كده فيها سرحان او فيها تراجع بدني، منها افتكر الكره بتاعت مارسيلو اللي كان على حدود المنطقه من الزاويه ولعب كره عرضيه رونالدو كان هيحاول يلحقها بس ما قدرش يلحقها، كانت دي تقريبا اخطر كره عرضيه قدر منها ريال مدريد ان هو يشكل خطوره على مرمى يوفنتوس. لكن في النهايه كان ريال مدريد مع الحسم ومع التوفيق لحد كبير، لكن توفيق يعني كان مكافاه على اداء ريال مدريد، صحيح ان مش كل اي فريق في الدنيا يعني بيسيطر فبياخد مكافئته، لكن ريال مدريد يمكن عشان دوري الابطال دايما يعني بتحبه لحد الادمان، يعني دايما حتى لما هو قدم اداء كبير الفريق اخذ مكافئته، وفعلا مكافاه جت مع تسديده سيميرو اللي احيانا كان ممكن جدا بعض اللاعبين يلوموه لو كان ممكن يسدد في السماء، الكرة خد الفرصة، خد الجرأة، خد القرار، لما خد القرار الكرة يعني ساعدته إلى حد كبير بتغيير اتجاهها، وكانت على قد يعني في زاوية صعبة جدا على بوفون وهو عشان يلف تاني جسمه عشان يحاول يلحق الكرة. أعتقد إن الهدف ده تقريبا كان هو الحاسم في المباراة لأنه يوفنتوس بدنيا ما كانش قادر يتراجع. وفي رأيي كمان نقطة تانية ما كانش قادر أو مش يتراجع مش قادر يرجع في المباراة لأن هو بدنيا كان استنفذ.
وفي رايي كمان ان بدنيا استنفذ لانه ما كانش عنده اختيارات كبيره في الهجوم، وده اللي يخليني اقول ايه ده فجاه كده، ان الواحد افتكر فجاه انه يوفنتوس ما عندوش اختيارات كتيره في الهجوم، ما عندوش مهاجم تاني، لان المهاجم التاني اللي هو كمال جوكيتش تم استخدامه في مركز جناح ايسر، يعني يوفنتوس ما عندوش راس حربه تاني غير هيجواين، وبالتالي يمكن هو ورقه كوادرادو هي الورقه الوحيده كانت موجوده، بياتسا برده لم يتم الاعتماد عليه بشكل مستمر في دوري الابطال عشان خاطر يبقى موجود وحاضر في مباراه زي دي. فجاه تكتشف ان يوفنتوس ما عندوش دكه ممتازه، وبالتالي لم يعد الفريق في المباراه. حسب ريال مدريد استمر وقدر ان هو الفريق يسجل هدف ثالث من قطع للكوره عن طريق لوكا مودريتش، بعد ما كانت الكوره هتترد هجمه مرتده ليوفنتوس، فجاه ريال مدريد هو اللي بيلعب هجمه مرتده وحسمه هو كان موجود دلوقتي. انا افتكر مقوله ليورجن كلوب كان بيقول لك افضل صانع العاب هو قطع الكوره في منتصف ملعب الخصم، وفعلا ريال مدريد قدر يصنع لعبه من قطع كوره في منطقه خطيره، وساعتها جت فرصه الزياده العدديه على الاطراف اللي هي كان مستنيها ريال مدريد من فتره طويله. دايما كان يوفنتوس في اثنين من المدافعين على واحد فقط من الباكات، اتعكست الايه، كان في فقط الكساندرو على الطرف، وكان الناحيه الثانيه كارباخال ولوكا مودريتش، عشان كده كارباخال باص الكوره لوكا مودريتش عشان تتلعب كره عرضيه رونالدو اتحرك فيها بشكل مميز جدا خلف كيلين. وده هيجرني نقطه كنت بتكلم فيها قبل كده في الحلقه قبل المباراه، بتكلم على العرضيات. صحيح ان كنت بتكلم على العرضيات اللي من زاويه منطقه الجزاء، لكن برضو كنت اقصد بيها في النهايه ان الكوره بتتلعب من خلف كيلين مش قدامه، وبالتالي الكوره من خلف كيلين اتلعبت برضو من خلف كيلين الكوره، ورونالدو كان حاضر. هنرجع تاني نفتكر اللقطه دي في الحلقه اللي فاتت ونرجع لكم تاني. النقطه الثانيه بالنسبه للنقاط الضعف برضو يعني بقول لكم هي مش نقطه ضعف فجه، هي الكرات العرضيه من ناحيه كيليني الى حد ما في رايي ان كيليني عنده بعض المشاكل في الكرات العرضيه، انه الكره لما بتتلعب قطريه بتبقى يعني داخله ناحيه المرمى مش على بره، الكره اللي هي بتبقى مش من نهايه الخط، لا الكره بتتلعب من ناحيه زاويه منطقه الجزاء كده قطريه ناحيه المرمى، يعني الى حد ما الكره دي احيانا بتفوت من كيليني. رجعنا تاني شفنا الكلام، الحقيقه انه يعني هي مش دعوه للتفاخر او شيء، لكن الحقيقه ان فعلا يوفنتوس كان عنده نقاط صغيره، ما عندوش نقاط ضعف قويه او واضحه في تشكيلته او في الفريق بشكل عام، لكن كان في بعض التفاصيل الصغيره اللي انا اتكلمت عنها، انه التفاصيل الصغيره اللي هتحسم المباراه، غلطه من هنا او غلطه من هنا، لكن في النهايه برده ريال مدريد مش بس اعتمد على التفاصيل الصغيره، ريال مدريد اعتمد على ان هو فريق حاسم جدا، دي التفاصيل الصغيره، واعتمد على فريق مميز جدا كان هو الطرف الافضل بوضوح، خصوصا في الشوط الثاني فريق مسيطر بشكل كبير، وقدر يسجل الهدف الثالث ويسجل الهدف الرابع اللي كان يعني كان بعد اكتر من سلسله من الكرات الخطيره اللي ريال مدريد كان ممكن يسجل منها. نفتكر برضو ان يوفنتوس كان عنده فرصه يسجل الهدف الثاني ويرجع في نتيجه شويه، كره مانجوكيتش لما جات له على راسه وكان ما سجلهاش، لكن في النهايه ما اظنش ان هي دي كانت ممكن تغير كتير من الامور، صحيح كان ممكن تعيد الامل لان كانت في الدقيقه 86 على ما اذكر، وكان ممكن جدا ريال مدريد ان هو يعني يتوتر في اخر المباراه، لكن اعتقد ان النتيجه ذهبت لمن يستحق، ريال مدريد بطل الدوري بطل دوري الابطال. كانت فرصه مميزه لزين الدين زيدان ان هو يثبت احقيته بتدريب فريق كبير زي ريال مدريد، ويثبت احقيته كمدرب لاول مره في تاريخ دوري الابطال بشكله الجديد يفوز باللقب مرتين متتاليتين، وهو انجاز كبير بصراحه. لكن برضو ده ما يخليش ان انا اقلل ابدا مجهودات ماسيميليانو أليجري مع يوفنتوس، كون فريق مميز، يوفنتوس كفريق قوي جدا، ده ما يخلينيش ابدا اقلل من مجهودات ماسيميليانو أليجري، المدرب اللي اثبت الكفاءه كبيره جدا مع يوفنتوس، قدر يحقق ثلاث ثنائيات محليه متتاليه، لكن يوفنتوس واضح ان هو بطوله دوري ابطال اوروبا بتعنده بشكل كبير، لم يقدم الفريق ما يكفي عشان يفوز بدوري ابطال اوروبا، لكن اكيد ده ما يقللش من ماسيميليانو أليجري. تعزيه الحاره لجانلويجي بوفون اللي ما قدرش يفوز بدوري ابطال اوروبا مره اخرى، لكن اكيد ده مش هيقلل منه ابدا، انا حارس اعتقد اعتبره الافضل في التاريخ. كل التهاني لجماهير ريال مدريد اللي تستحق الفرحه فعلا، الفوز بالدوري الابطال، الفوز بالليجا بعد ما تكون كل الجميع او على الاقل انا كان رايي ان ريال مدريد يكفي الفوز بلقب الليجا عشان يبقى حاسس بان هو قدم موسم مميز وقدر ان هو اخيرا يرجع ببطولته المفضله الليجا، لكن واصل كمان حبه لبطولته المفضله الاخرى اللي هي دوري ابطال اوروبا، عشان كده كان ختام موسم جيد جدا لريال مدريد، اعتقد ختام موسم مقبول جدا ليوفنتوس، اعتقد هي مباراه النهائيه بشكل عام كانت مباراه مقبوله جدا، يعني يمكن على عكس مباراه الدوري الاوروبي، نهائي الدوري الاوروبي كانت مباراه ممله لحد ما، لكن مباراه النهارده كانت مباراه مثيره ومباراه قويه جدا، طليق بنهائي دوري ابطال اوروبا، طليق بالفريقين الكبيرين. انا خلصت كلامي، اعتقد يعني اتمنى تكون الحلقه كانت عجبتكم، وما تنسوش ان تشتركوا في القناه، انا ان شاء الله هقدم حلقات قريبا بشكل مستمر مره اخرى بس عن حاجات طبعا غير الموسم. اسيبكم على خير، كانت دي حلقه جديده من تكتيكي تاكا، يلا باي باي.